لخص لك فرجاني ساسي عاود دور كبير برشا في تنقل اللاعب الجديد بالنسبه للنادي الرياضي الاصفاقسي حمزه المسلوفي للزمالك المصري. عمل ايه؟ معلش فرجاني ساسي كان عنده دور كبير برشا. اكيد طبعا اكيد اكيد يعني معناها هذه تلخص لك كونه فرجاني ساسي وتاكد لك كونه فرجاني ساسي سيواصل مع الزمالك المصري وفرجاني سيعود للزمالك يعني وما نتصورش كونه لانه يعني قلت لك فرجاني كان عنده دور كبير برشا في كونه غلق كفه الزمالك المصري لانه حمزه المسلوسي كانت عنده بعض العروض الاخرى حتى بالنسبه لاقناع حمزه المسلوسي لانه طريقه المغادره بالنسبه لحمزه المسلوسي النادي الرياضي الاصفاقسي كانوا حمزه المسلوسي سيترك قيمه ماليه لا باس بها دايم للنادي الرياضي الاصفاقسي اللي هي في حدود تقريبا $200,000 اللي هي حمزه المسلوسي المفروض كان ياخذهم هذوما مستحقاتهم من النادي الرياضي الاصفاقسي وهو خارج حر لكن هذوما ان شاء الله حمزه المسلوسي باش يخليهم النادي الرياضي الاصفاقسي. حمزه المسلوسي سيواصل مع النادي الرياضي الاصفاقسي الى بعد عوده البطوله في تونس لانه عوده البطوله ستكون في شهر اوت القادم 2 اوت تنطلق البطوله 2 ايه؟ 2 ايه؟ 2 اغسطس اغسطس ماشي يا هيثم براحه عليا يا هيثم بقى انت انت مش قدامي مش عارف اتصرف معاك 2 اغسطس اوكي ماشي هو باش يكمل بقيه ال 10 جولات مع النادي الرياضي الاصفاقسي وبعد ستكون اخر سينهي الموسم الحالي لانه يعني الاتحاد التونسي اقر كونه يواصل الدوري التونسي المسلوسي في المنتخب المسلوسي في المنتخب المسلوسي في المنتخب مع المجموعه مع المنتخب في المنتخب تمام الصفقه تمت خلاص هو يعني هو هو مع الفرجاني جنب الى جنب زي ما هو هو فرجاني ساسي مع بعض هو فرجاني واخده تحت باطه اليومين دول خلاص هو مع الفرجاني وحتى مع وكيل اللاعب بتاع الفرجاني مع طيب المبلغ كم يا هيثم المبلغ هو اللي يقال في تونس المبلغ سيكون في حدود ال 400-450 ألف دولار في السنه 450 الف دولار لان اللاعب حر هو ياخذهم على طول اللاعب حر اللاعب هو سيترك مستحقاته للنادي الاصفاقسي اللي هي في حدود ال 200 ألف دولار مستحقات متخلده بالذمه اللي هو عند النادي الاصفاقسي المفروض كونه ياخذهم من النادي الاصفاقسي النية والتوجه سيتوجه كونه هو يترك هذه القيمة المالية أو يتسامح بها للنادي الاصفاقسي تمام